يعني انا اسمي يوسف، رشت امرأة فرح معبد نامون، المعبد من التلفؤات، جمعون برضو الحضارة الامازيغية ساعة الجزي شهدنا في دارون، وسولخ برضو للمعبد، المعبد من التلفؤات من الاله امون، طبعا وجمعون وغشحاون برضو ساعة ما الجزي الامازيغ شهد جدو، كان اسم تنس الوقت النص ساعة واحد ساعة بعد امسك يحول ي واحد لغرو بعد امسك يحول ي واحد سيوة واحد سيوة ساعة تعمار اسمه. طيب ليش نعمل المراقي معبد نيش؟ دلوقتي احنا وصلنا معبد امون، هننزل وهنشرح فوق الحضارة الامازيغية والحضارة الفرعونية واليونانية. يلا بينا. ده معبد امون، معبد التنبؤات، معبد الاله امون المعروف عن الله امون اللي خمس مدارس على العالم للتنبؤات، منهم مدرستين في مصر، مدرسة في الاقصر وفي واحد سيوة. لما جه واحد سيوة اتسمت بواحد ساعة طبعا، لما جه وعمل المعبد طبعا كان فيه ساعتها الحضارة اليونانية، وبدأوا يعملوا التاريخ بتاعهم. أغلبية الحضارة اللي في سيوة أغلبيتها حضارة يونانية طبعا، ومن أشهر اللي زاروا المعبد اللي هو الملك الإسكندر. لما جه يتنبأ على سبب وفاة والده، وطبعا أول حاجة اللي هو بيعملها بيجي ينزل البير قدس الأقداس علشان يتطهر ويغير الملابس بتاعته ويجهز للتنبؤ. طبعا التنبؤات بتبقى وقت الشروق وقت الغروب. طبعا اللي هو بعد ما بينزل البير بيغير الملابس وبيطلع على القلعة فوق، وأول حاجة بيخشها بيخش على غرفة الإله أمون علشان اللي هو يشرح الحاجة اللي هو جاي يتنبأ عنها. طبعا مع استرداد الصوت جوه في الغرفة، بعد كده بيروح على غرفة الكهنة ويشترطوا عليه من ضمن الشروط اللي هو يفتتح اسكندرية. بعد ما افتتح اسكندرية ونزل على واحد سيوة طبعا اتوج، وساعتها قالوا له انت ابن الإله أمون. وهو خارج من واحد سيوة عن طريق الصحراء الغربية حصل عليه غزو هو والجيش بتاعه، واتوفى في الصحراء الغربية. في كلام كتير اللي هما بيقولوا ان المقبرة بتاعته 90% في واحد سيوة في ارض اسمها الارض الخضراء، اللي هي مقبرة الاسكندر الاكبر. ايوه. طيب هنطلع فوق، يلا بينا. انا كنت ميجو هنا عشان ايه؟ بقيت في السكة. لا حول ولا قوة. لا بدي احكي حفله. طيب بسم الله. الاله امون لو بصينا هنا هنلاقي في جزء منه لحد دلوقتي باين. طبعا السبب في هدم المعبد اللي حصل كان ساعتها في الستينات جه رئيس مباحث واحد سيوة، وكان متجوز واحده ايطاليه، الايطاليه ديت بتحب تتنبأ عن الاثار. فالأهالي السويين وقفوا لها ساعتها ومنعوها طبعا، اللي هو حط ديناميت في المعبد وهدمه كله عقابا للأهالي اللي هم وقفوا لمراته. طبعا الأهالي السويين ايه؟ وقفوا ايه؟ وقفوا لزوجة رئيس المباحث اللي هو مسك هنا في واحد سيوة أيام الإنجليز. أيام الإنجليز 1960 ده يعتبر أيام الإنجليز. وقفوا له ليه؟ وقفوا له علشان اللي مراته كانت بتحب تتنبأ وتخرج الآثار بتاعة البلد. معلش حضرتك قلت سنة 1960 صح؟ يعني ده في عهد جمال عبد الناصر مش أيام الإنجليز. لأن الثورة قامت 1954. لا مش أيام الإنجليز. ما هو 1960 ده أيام الإنجليز. 1940 ده أيام الإنجليز. 1960 جمال عبد الناصر مش الثورة كسرت، كان ساعتها لسه الحكومة أو الداخلية بدأت تخش واحد سيوة أو تعترف عندهم، وساعتها كنا لسه برضو اللي احنا ما تسجلناش
برضو اللي احنا مصريين. احنا كنتوا متسجلين ايه؟ احنا لحد بعد الحرب العالمية كنا لسه ما تسجلناش. بعد الحرب طلبنا اللي احنا ناخد الجنسية ونبقى مصريين ويبقى لنا الحقوق المصرية. يعني طب جنسيتكم كانت ايه؟ لا احنا امازيغ. طبعا الامازيغ اللي هم جم من عن طريق المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا من عن طريق الصحراء الغربية. طبعا الكلام دوت من 480 سنة لما نزلوا على قرية. اول حاجة قرية ام الصير ديت بتبعد عن واحد سيوة ب30 كيلو ويقيموا فيها، بس اللي هم ملقوش فيها الامان الكافي وكانوا عاملين حاجة زي قلعة شالي، بس اللي هم ما قدروش يقيموا فيها علشان ما لقوش فيها الامان الكافي ولا اللي هم يقدروا يتعايشوا فيها. بعد كده اللي هم هاجروها وجم على سيوة كانوا هم عبارة عن 24 اسرة امازيغية. طبعا في جزء منهم قعد في قلعة شالي وجزء دخل المعبد هنا. لما دخلوا المعبد طبعا الامازيغ اللي هم معروف عنهم اللي هم بيحبوا يعيشوا بالحياة البدائية بتاعتهم وفي المناطق الجبلية والصحراوية. فلما دخل واحد سيوة عملوا قلعة شالي. طبعا اللي هم المباني بتاعتهم بتبقى عبارة عن حجارة وكرشيف. الكرشيف دوت بيبقى عبارة عن طين وملح علشان اللي هو بيعكس المناخ وبيكون الرطوبة بتاعت الليل وبيخرجها في النهار في وقت الحر. بعد كده اللي هم بدأوا يكتروا ووصلنا لحد دلوقتي ل 45,000 نسمة. طبعا اللي هم حصل زمان مشاكل ما بين القبيلة الغربية والقبيلة الشرقية. ايه سبب المشاكل؟ المشاكل ديت اللي سببها المية، ارتفاع منسوب المية على الأراضي الغربية. طبعا حصلت مشاكل وبرضو حروب كتير ما بينهم وحصلت خسائر ما بين القبيلتين. القبيلتين دول بالامازيغ. ايوه القبيلتين دول امازيغ، بس قبيله غربيه وقبيله شرقيه. طبعا لما جه شيخ من مشايخ مرسى مطروح وشيخ من مشايخ ليبيا وجم عملوا قاعده في جبل الدكرور، وساعتها جابوا راجل من كل بيت علشان اللي هم يحلوا الخلافات اللي ما بينهم و يبقى كل من بعض. ايه تزوجوا صالح بينهم وتزوجوا من بعض. ما جاي لحضرتك في القصه. طبعا اللي هو جاب كل راجل، وبعد ما اللي هو صالح ما بينهم كل واحد جاب اكل من بيته وقيموا 3 ايام مع بعض. طبعا اللي هم في الثلاث ايام دولت بياكلوا ويشربوا مع بعض، وكل واحد بيجيب من بيته على حسب مقدرته. طبعا العيد دوت مستمر معانا لحد دلوقتي، وعلشان ينهي الخلافات اللي هو زوج الشباب من بعض علشان اللي هو ما يبقاش في اي خلافات ما يعني بينهم. هو ده اللي بيتعمل في شهر 10 اللي بيبقى. ايوه طبعا العيد دوت بيتم في خلال الايام القمريه في شهر 10 اللي هو 13 و14 و15 10. طبعا العيد دوت بيبقى عباره عن 3 ايام، ودوت اليوم الوحيد اللي البنات عندنا في واحد سيوة او الستات بتخرج فيه وبيزوروا وبنبقى كلنا مشتركين فيه. بعد كده اللي هو بعد صلاة العشاء بعد ما كله بيصليها بيعملوا حاجة اسمها حضرة، بيرجعوا للطريقة الصوفية وبيبخروا بعض علشان اللي هم ينهوا المشاكل وبيقولوا تواشيح وذكر للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا بعديها لثالث ليلة بيتموا اللي هم بعد صلاة الفجر جماعي كله بينزل. طبعا ديت كلها اراضي شرقيه، كله بينزل لحد مسجد سيد سليمان اللي هو المسجد الاكبر في واحد سيوة دوت اللي مبني من الحجاره الفرعونيه اللي اتهدمت من المعبد، وبينزلوا فيه وبيقولوا التواشيح والذكر وبيبخروا البيوت كلها بتاعه الاهالي علشان احتفالا بتفضيل المشاكل والخلافات اللي ما بينهم. كل سنه يبخروا كل سنه في الوقت ده. في الاسلام ده لا، هو الامازيغ ما فيهمش مسيحه، كلهم مسلمين. يعني الاسلام دخل هنا ولا هم جايين بالاسلام؟ هم جايين بالاسلام، جايين مسلمين. هم مشكلتهم الجنسيه في الوقت ده بيبقى فيه بقى زيارات. في الوقت ده بيبقى فيه زيارات في الوقت ده اللي هو في شهر 10 بيبقى كام؟ 10 مثلا. اساسا العيد دوت ممكن اكمل كلامي. العيد دوت بيتم
في 13 و14 و15 10 في الليالي القمريه. بيحصل فيه بقى زيارات؟ بيحصل فيه زيارات. هو اول حاجه كانت الاهالي مكتفيه بيها لنفسها، بعد كده المحافظه ادت لي واحد سيوه كلها اجازه في خلال الفتره ديت، وبدا يجيها زوار من بره ويشاركوا معانا الرحلات العيد بتاعنا، واللي هم بدل ما بيقعدوا في الفنادق بيقعدوا بيخيموا معانا قدام الجبل. تمام. الاكل في العيد بيبقى ايه؟ الاكل بيبقى عباره عن رقاق ناشف محطوط في شوربه ولحمه. طبعا بنرجع للحياه البدائيه وبنبدا ناكل بالدين. طبعا من ضمن الاكل اللي هو بيقف شيخ قبيله بعد ما الكل بينزل له الاكل، محدش يقدر يبدا الاكل غير لما شيخ القبيله يقول ابدوا ود ويسمي والكل يبدا ياكل. لو حصل لحد كل بيتم تغريمه ومعاقبته احتراما للجميع والكبار. طبعا الامازيغ لما بيخشوا في اي منطقه اللي هم مهتمين باول حاجه يعملوها اللي هي المساجد، واللي هم لما دخلوا في القلعه واحنا لو خدنا بالنا واحنا طالعين اول حاجه عملوها المسجد العتيق. ايوه اسمه المسجد العتيق. ايوه المسجد العتيق. بعد كده لما هم برضو جم في المعبد عملوا مسجد في قلب المعبد اللي هو المنبر بتاعه واضح هنا. كل يوم خميس بيطلعوا كلهم وبيتجمعوا الشيوخ بيقولوا التواشيح بالطبل ويرجعوا للطريقة الصوفية. بعد كده اللي هو بدأوا ينزلوا على المباني المجاورة ويزرعوا علشان يقدروا يتعايشوا مع الحياة، علشان ما كانش فيه اي دعم بيجيلهم، فكان المعيشة بتاعتهم اغلبيا بيعملوا اكلات من التمور وزيت الزيتون اللي هو الارض بتاعتنا اللي بتستجاب للزراعة بتاعت التمور والزيتون، فبدأوا يعملوا اكلات منها علشان يقدروا يتعايشوا. زي ايه اشهر اكلة فيهم مثلا؟ اشهر اكلة اسمها تجلانتيني. عبارة عن ايه؟ عبارة عن معجون بلح دوت بعد ما بيخلص. طبعا ده من الصعب اللي حد يقدر يعمله علشان اللي هو بيسيبوه لحد ما يجمد خالص، وبعد كده بيتاكل بزيت الزيتون ولبسيس. في منه بقى بيتباع في الاسواق وكده؟ لا لا، دي حاجه طقوس خاصه بيكم. دي طقوس خاصه بيكم. لما بيغمسوا بيه زيت زيتون لما بينشف جامد. لا مش لما بينشف، هو في انواع بلح في نوع معين بينشف جامد وياكلوه بزيت الزيتون. لا مفيش نوع معين، هو كل حاجه بتتاكل، بس النوع اللي هو بياكلوه هنا اللي هو اسمه البشاير. البشاير ده بيبقى نص اصفر ونص مستوي، منتشر جدا فعلا. ايوه هو ده. طبعا اللي هم بداوا ينزلوا على الاماكن المجاوره ويبنوا تاني ويتعايشوا مع الحياه لما حصلت سيول، ومن الصعب لحد اللي في سيول تحصل هنا، وبدأوا يبنوا برضو بالطريقة اللي هو الترشيف والحجارة، بدأوا يتعايشوا. أشهر عائلات سيوة إيه؟ أشهر عائلات اسمها عائلة الطيب، دي اللي الوحيدة اللي معها تاريخ سيوة الحضاري كله من أول المماليك والفراعنة لحد التاريخ الأمازيغي. طيب عائلة الطيب هي ال 11 قبيلة دولت عبارة عن جزء غرب وجزء شرق. الجزء الغربي اللي هو ناحية جزيرة فطناس، والجزء الشرقي اللي هو الجزء ده كله من السوق لحد هنا. تمام؟ شكرا. ممكن نلعب حاجة بقى بعد إذنك؟ اتفضل. كنت بتشرح إن دي غرفة الملك أمون. الإله أمون. طيب. لما ده الإله أمون بعد كده اللي هم بعد ما بيتنبأوا ويقولوا الحاجة اللي هم جايين يتنبأوا عليها بيخشوا الغرفة بتاعت الكهنة واللي هم علشان يعرفوا إيه السبب. إشمعنى وقت الغروب برضه؟ وقت الغروب علشان اللي هو كان لو خدنا بالنا اللي فيه شباك هنا بيحصل منه الشمس بتعكس الضوء بتاعها على الحيطه عمودي وبيبداوا يتنبؤوا عن طريق الغروب. ماسكينه ومحافظين عليه من البواقي اللي فاضله منه. لما جه رئيس مباحث سيوه وكان زوجته ايطاليه وكانت بتحب تتنبا عن الاثار والاهالي السويين وقفوا لها كلهم عشان تسرقها يعني. الله ينور. الاهالي كلهم وقفوا لها. طبعا اللي هو زوجها راح حط ديناميت في المعبد كله وهدمه.
وقفلها ليه طيب؟ ما هو عشان بتدور على اثار، بتدور على اثار، يعني كانت جاسوسه بتسرق، بتطلع الاثار بتاعه البلد. الله اه بتسرق. طب اصل المعبد بتاع فرعوني. لا هو الاله امون يوناني، هو اللي بلده.